كنت أتحدث أنه بالفعل هنالك العديد من التطورات الميدانية العسكرية والتطورات السياسية وحتى كثير من التصريحات سواء من كبار الساسة الإسرائيليين فيما يتعلق في التطورات السياسية أو كبار الساسة الأمنيين العسكريين، وتتمثل هذه التصريحات سواء إسرائيل كاتس وزير الدفاع الأمن أو حتى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي. هذه التصريحات ليست فقط تناقض بعضها البعض، ولكن ذات التصريحات تناقض ذات المستوى الذي تنطلق منه التصريحات. وأقصد في ذلك القول آخر التصريحات من رئيس الأركان الإسرائيلي هيلسي هاريفي. كان الجيش الإسرائيلي قد طلب من الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى تسوية أو تهدئة في قطاع غزة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعد له أي مهمات يقوم فيها عسكريا في التوسع والتوغل البري سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة، بل قال بأن هنالك عمليات محصورة محدودة الأهداف يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي. من الذي طلب يعني عندما ينهيها؟ عفوا دانا، يعني رئيس الأركان يطالب بتوسيع العمليات، والآن تقولين أن الجيش يطالب بإنهاء العمليات أو تخفيضها. من الذي طلب غير رئيس الأركان؟ يعني هناك تضارب داخل العملية داخل البنية العسكرية بحد ذاتها؟ هذا ما أقصده. وحتى رئيس الأركان في كل لقاءاته مع قائد القيادة الداخلية الإسرائيلية أو قائد الجبهة الشمالية أو حتى الجنوبية والتي يعلن عنها لاحقا يقول بأن هنالك إنجازات عسكرية كثيرة وبأنه يمكن التوصل إلى حل سياسي وبأن أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون منوط في التقدم السياسي في التسوية في جنوب لبنان أو في الهدنة وتبادل وصفقة تبادل في قطاع غزة. لذلك هذه التصريحات التي كانت على لسان هاريفي اليوم بأنه صادق على توسيع العملية العسكرية، أي أنه يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق ونقاط وجوده في داخل العمق اللبناني، ولكن أضاف بأنه في حال تم التوصل إلى تسوية أو اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان فأن الجيش الإسرائيلي سيعيد تموضع ذاته والعودة عن هذه الخطط التي كان قد صادق عليها رئيس الأركان لتتناسب مع قرارات المستوى السياسي. وهذا يؤكد ما أقوله بأنه ليس لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي أي مهام أي فائدة من وجوده سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة، وإلا كان قد رفض هذا الطرح السياسي من قبل المستوى السياسي بأنه يمكن الوصول إلى تسوية سياسية، وخاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة إذا ما كان لديه أي معلومات استخباراتية أو أن هنالك مهام عسكرية يقدم هذه الخطط إلى المستوى السياسي للمصادقة عليها. ولكن الآن انقلبت هذه الآية والمستوى العسكري يقول بأنه إذا قرر المستوى السياسي التوصل إلى هدنة وتسوية فإن الجيش سيعيد تموضعه وسينسحب من هذه النقاط. ولربما هذا يؤكد عما دفع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أسابيع ماضية بأنه يمكن يعني أن الجيش يكون بحاجة إلى أسبوعين فقط لإتمام عملياته العسكرية محصورة محدودة الأهداف. هذا على مستوى هذه التصريحات الصادرة من رئيس الأركان الإسرائيلي. ولربما إسرائيل كاتس الذي يتغنى في هذه الإنجازات العسكرية يقول بأن القضاء على الصف الأول من قادة حزب الله أو اغتيال الأمين العام هذا جزء من الانتصار الذي يحققه الجانب الإسرائيلي ويجب المضي قدما في مثل هكذا انتصارات. ولكن اللافت في كل هذه التصريحات ما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن وقبلها كان توجه إلى روسيا. ولماذا روسيا في التحديد؟ لأن إسرائيل تريد ضمانات من روسيا تحصل عليها من الجانب الروسي بأن السوري عفوا بأن سوريا لن تسمح في إمدادات عسكرية أو وصول الأسلحة إلى لبنان عن طريق أراضيها، وبأن روسيا تستطيع الضغط على الجانب السوري لعدم تمرير هذه الأسلحة، وبهذا يضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية أو إمداداته في الأسلحة والذخائر. ولربما يقول وتقول هيئة البث الرسمية بأن روسيا لن يكون لها دور في أي أعمال في داخل لبنان، أي أنها لا تريد أي تدخل من قبل روسيا في لبنان، ولكن دور روسيا فقط يقتصر على عدم السماح بدخول الأسلحة من إيران إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان كما تزعم هيئة البث الرسمية. وكذلك الحال ديرمر يتوجه إلى واشنطن لوضع النقاط واللمسات النهائية الأخيرة على هذه الصفقة التي تفضي إلى تسوية والتي تفضي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب الليطاني المناطق التي يتواجد
يتواجد فيها عناصر لحزب الله، والأهم من هذا كله لماذا هنالك تراجع بعض الشيء في الموقف الإسرائيلي؟ أولا بسبب التطورات الميدانية على أرض الواقع واستمرار سقوط القتلى والجرحى في صفوفه، ثانيا وهو الأهم بأن نتنياهو لا يريد أن يدخل في سجال وتوتر علاقات في نهاية إدارة بايدن، والتخوف من مجلس الأمن أن يفرض على إسرائيل قرار بوقف إطلاق النار أو لا تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقد الفيتو. نعم دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الدقيقة للموقف الإسرائيلي، شكرا لك.